خير عليكم، اخباركم ايه؟ رحلة جديدة ان شاء الله رايحين الأردن مدينة العقبة. وصلنا أخيرا مطار الملك الحسين الدولي، مطار العقبة الدولي، والأجواء جميلة جدا جدا. التأشيرة خدناها بكل سهولة، هو ختم، و يعني أعتقد المصريين المفروض يجوا على هنا، الموضوع هنا كويس. أول ما نزلنا نصرف فلوس من الأراضي المقدسة للصرافة، الله على الاسم. طبعا العقبة بلد سياحي جميل جميل، انطباعنا ان بلد نظيفة، فكرني بشرم الشيخ. العقبة هي مدينة سياحية بس هي غالية، يعني بتفكرني بأسعار دبي، يمكن أغلى شوية كمان. هي ما فيش حاجة تعمل فيها غير سياحة، يعني كمان هي في الخليج، في خليج العقبة على طول، لازقة في إيلات ولازقة في طابة، فالخليج أصلا كله سياحي، إذا كانت طابة، نويبع، شرم الشيخ، دهب، كل دون مقابل ليها على طول. اسعار الفنادق هنا غاليه، يعني تقدر تتكلم في بدايه من $50 وطالع فندق، يعني على قد شويه. هي البلد فعلا غاليه، بس هي بلد مبهجه شويه، يعني فيها جو حلو،
فهي بالمقارنة للإيلات اللي لازقة جنبها هي تقريبا تلت الأسعار هنا يعني، فبالتالي الرجل هنا أكتر شوية.